الحمد لله يا دوب قادر أمشي، حاس بخمول وثقل في بطني، وخصوصاً إني ختمتها بلبن. طيب ليش ما تشرب لبن أكتيفيا؟ لبن أكتيفيا؟ لبن أكتيفيا من الصافي دانون. شوف معي، لبن أكتيفيا ما هو زي أي لبن، صحي لأنه يحتوي على خمائر فريدة تساعد على هضم الطعام أسرع وتروح الثقل والخمول اللي انت حاس فيه. والله أطعم من اللبن العادي. لبن أكتيفيا الجديد وداعا للثقل والخمول. الصافي دانون.